Je vois une chose, Léon. Excelentíssimo senhor presidente Putin. تصفيه النزاعات من خلال الحوار، وعلينا نوفر الظروف بالتركيز على التنميه المستدامه. اكثر من ذلك، علينا نعدم الشعوب والدول التي تريد ان توقف الازمات. وشكرا جزيلا. Por trás dessas cinco letras há uma realidade palpável construída ao longo de décadas de esforços por um mundo mais equânime. O BRICS deve muito ao G77 e ao movimento não alinhado. Somos herdeiros dos que lutaram para esforços por um mundo mais equânime. O BRICS deve muito ao G77 e ao movimento não alinhado. Somos herdeiros dos que lutaram por uma nova ordem internacional e للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. فاليوم جمهورية مصر العربية لعب لا يتجزأ فيما يخص تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، ودولة قطر هي جسر للاتصال بين إسرائيل والحماس. فبرازيل دائما كانت تعمل بنشاط في مجلس الأمن السنة الماضية، وتقدمت بمشروع القرار لمعالجة الأوضاع في غزة، ولكن الدولة واحدة صوتت ضده، وجنوب أفريقيا كانت الدولة التي تقدمت إلى محكمة الدولية من أجل الحد من إبادة الجمعية في غزة، وبلدان الجنوب العالمي صوتت لصالح مشروع القرار في جمعية العامة من أجل وقف القتال. ودور الذي لعبته الدول الأخرى للأسف كانت خائبا للآمال. من يسمى نفسه بمدافع حقوق الإنسان ويغمض النظر عن الأعمال الوحشية التي تحدث في أيامنا هذه، هم يقللون من أهمية الأمم المتحدة ومن أهمية القانون الدولي. لن يتحقق السلام ما لم تكن هناك دولة فلسطينية مستقلة، ولكن قرار المقتضي بذلك اتخذ قبل 75 عام في الأمم المتحدة. والأمم المتحدة التي شكلت دولة إسرائيل الآن تقف مكتوفة الأيدي. ليس هناك أي مبرر للأعمال الإرهابية مثل ما ارتكبته حماس، ولكن الرد غير محسوب ومتوازن الإسرائيلي ضد المدنيين لمنطق لاهو. قصفوا غزة بقنابل أكثر من دريسدن وهامبورغ في أثناء الحرب العالمية الثانية، وبقدر تفاقم الأوضاع وزحف القتال إلى لبنان، علينا أن نتحاوط للتفادي من اندلاع حرب واسعة النطاق. فإن التجنب من التصعيد مهم بالنسبة للأزمة الأوكرانية أيضا. هذه الرسالة تروجها الصين وبرازيل و11 دولة أخرى. نحن شكلنا مجموعة الأصدقاء من أجل البحث عن الحوار والبحث عن حل مستدام طويل الأمد، وهذا الحال سنتوصل إليه فقط من خلال الاحترام بوحدة وسلامة أراضي الجميع، والنظر تمعن في مصالح المشروع لكل الأطراف المعنية. علينا أن نركز على حل كبرى قضايا علمنا هذا. فالبرازيل اختارت التكاملا اشتراكيا اجتماعيا وتعديل الإدارة العالمية كأولوياتها لرئاستها القادمة في مجموعة بريكس. فمثال كوبا دلالة على أنه في أثناء 6 عقود الماضية يعاني اقتصاده، والآن هناك
الأفعال من بعض الأطراف لإلقاء ضربة قاضية على البنى التحتية في هذا البلد، ونحن نتضامن مع الشعب الكوبي ونأمل بأنه يتم الاتخاذ للإجراءات والتدابير من أجل حماية البلد، ويتم استثناء كوبا من قائمة الدول الممولة للإرهاب. نحن نعتقد بأن تدوين كوبا إلى هذه القائمة كان خاطئا في السابق. أولويات برازيل في G20، التكامل الاجتماعي، مكافحة التغير المناخي، و العمل على تعديل مؤسسات الإدارة العالمية وتعديل المؤسسات المالية العالمية. نحن ندعو الجميع إلى المشاركة في التحالف ضد الفقر والجوع. نحن نعبي ونجند جهودنا من أجل حل هذه القضايا. ندعو الجميع إلى زيادة سقف طموحاتنا المشتركة ومساهمات الجميع على مستوى الوطني في معالجة التغير المناخي. عند الاستعداد لكوب 30 في مدينة بيلين البرازيلية نستطيع أن نكون أكثر حسما، فعلينا ألا أن نتخلى عن المسؤولية المشتركة على التغير. علينا أن نتكاتف إلى أن لا نتخلف عن التحول انتقال الطاقة. علينا أن نعمل بشكل جيد وليس بمنطق قبل 100 عام. لا نستطيع أن نقف مكتوف الأيدي على خلفية تطور الذكاء الاصطناعي. علينا أن نشارك في تنظيم هذا المجال للتعاون وأن نجني ثمار من تطور الذكاء الاصطناعي. فرئاسة G20 وافقت على الدعوة إلى العمل على تعديل الحكامة العالمية. فبرازيل تنظر وتبحث في فرصة إدراج في الجمعية العامة اقتراحا لعقد المؤتمر عن تعديل الأمم المتحدة وفق بند 109. نحن نخطط لمناقشة هذه الأفكار في أثناء رئاستنا في بريكس في السنة القادمة. سنعمل على تعزيز التعاون في العالم الجنوبي. شكرا لكم.